أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم زكاة الدين بالنسبة للدائن؟ نعم، يجب على صاحب الدين إذا حال عليه الحول يزكيه، إذا كان على ملي، إذا كان على ملي باذل غني وباذل فيزكيه، أما إذا كان على مماطل ولا يدري أنه يجي أو ما يجي فإنما يزكيه إذا قبضه، الذي على المماطل. أما الذي على ملي وباذل إذا طلبه حصل عليه يزكيه، لأنه مثل المال الذي في يده. نعم.